السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم مقارون بالنقانق ولا بالمرقاس، مقارون ولا أروع، مذاق يعني رائع جدا بمكونات يعني بسيطة، تحصلوا على طبق ولا أروع. من الفيديو يعجبكم تبعوا معايا. كما راكم تشوفوا لهنا في قدر حطيت أو مقلاة ولا أي حاجة طيبوا فيها، حطيت يعني حبة بصل مسكرفجة، حطيت حبة فلفل مقطعة مربعات، سكرفشت حبة طماطم، أضفت أيضا فلفل أسود، فلفل أحمر، كمون وتوابل خاص بالدجاج، حطيت أيضا قطع من النقانق، ملح وزيت وفلفل أسود، وخلطتهم مليح وخليتهم على النار مع الزيت أكيد. وبعدها بعد ما يعني تحمس معايا كل المكونات غرقتهم عادي وتحصلت على نتيجه ولا اروع. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما تحمست لي مليح راح نضيف لها القليل من الماء ونخليها تكمل الطيب برا. من جهه اخرى كنت سخنت الماء وراح نضيف فيه يعني المقارون تاعي، نديرها طيب. هنا نوع المقارون كل واحد واش يحب، النوعيه اللي تحبوها استعملوها. هنا نخليها تطيب حوالي 7 دقائق، ما نطيبهاش مليح باش يعني تكمل طيبها في المرقة. كما راكم تشوفوا هنايا ضفت الماء وخليتها طيب. هنا بعد ما يعني المقارون طابت لي والمرق طاب لي وتجمر كما راكم تشوفوا تجم ما شاء الله، راح نضيف المقارون تاعي ونخليها يعني تغلي غليه ولا اثنين ونطفي لها، راح نتحصل على طبق رائع. وهنا كميه المقارون تعود ليكم كل واحد والكميه اللي يحبها. بهذه الطريقه راح نغطيها ونخليها يعني تتجمر حوالي دقيقتين حتى 3 حتى نتحصل يعني على مقارون متجمر ويجي ما شاء الله. صدقوني جربوا الوصفه لانه حقيقه بنتها ولا اروع. هنا بعد ما يعني طابت معايا كما راكم تشوفوا راح نطفي لها الفرن ونخليها يعني ترتاح، وبعدها راح نقدمها لكم ان شاء الله في صحن التقديم. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما يعني هدات معانا وبردت حصلت على هذه النتيجه. انا راح نقدمها معكم بهذا الشكل والتقديم يعني اختياري. هنايا بعد ما سقيتها وتحصلت على هذه النتيجه، نتمنى انه الفيديو يعجبكم، واذا راكم جديد في القناه وصلتوا لهنا ما تنساوش الاشتراك في القناه وايضا لايك وتعليق، يحفزني اني نكون دائما معكم بالجديد. كان هذا هو الطبق تاعي لنهار اليوم، طبق مقارون بالنقانق او بالمرقاس، كان يعني شهي ومذاق ولا اروع. نتمنى تجربوا الوصفه لانه الوصفه هذه حقيقه تستاهل التجربه. كانت معكم مطبخ رحمه وندى، نتمنى الانضمام الى قناتي وايضا البارتاج مع الناس اللي تحبوهم. دمتم في رعايه الله وحفظه، اترككم مع هذه الصور والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.